مشاهدينا الكرام من القدس سيد مردخاي كيدار الأستاذ بجامعة باريلان. سيد مردخاي كيدار، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. هل يكون لائير لابيد أكثر حظا من نتنياهو من وجهة نظرك؟ لا، لا بالمرة، لأن الحكومة التي ربما سينجح في تنصيبها مركبة من أحزاب مختلفة تماما من الناحية الأيديولوجية، من أقصى اليسار إلى اليمين، وهذه الحكومة مكتوب عليها الفشل في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا تم تشكيلها أصلا. ولذلك نتنياهو كان الأول، ولكن بسبب إخفاق نتنياهو في تشكيل الحكومة يعني ذهب التفويض للابيد، ولكن هذا لا يضمن أي شيء. ولكن ربما سيأتي عضو كنيست مختلف من الليكود، ربما كاتس أو ديختر أو آخرون بدلا من نتنياهو، وهذا يمكن الليكود من تشكيل حكومة حتى مع أحزاب يمينية لم تريد أن تنضم للحكومة تحت راية نتنياهو شخصيا. بمعنى إذا تنحى نتنياهو شخصيا من قيادة الليكود، هذا سيفتح الباب أمام الليكود لتشكيل حكومة يمينية متماسكة عقائديا، ولذلك ربما هذا سيكون المخرج. وعليه من حيث انتهيت، الكثيرون يسألون عن مستقبل نتنياهو السياسي الآن، خاصة بعد فشله في تشكيل حكومة. بطبيعة الحال هذا يعني ينقص من شعبيته داخل الليكود، لأن الليكود تحت نتنياهو سيذهب إلى المعارضة بدلا من أن يجلس وراء دفة القيادة إذا تنحى نتنياهو. بمعنى هل يراهن الليكود على نتنياهو شخصيا ويفقد دور القيادة في هذه الدولة؟ وأنا أعتقد أن في الليكود هناك ما يكفي من أعداء الليكود الذين لا يريدون الجلوس في المعارضة لتمكين نتنياهو من البقاء في رأس الحزب. وأنا أشكرك جزيل الشكر من جديد من القدس سيد مردخاي كيدار الأستاذ بجامعة باريلان على تلبية الدعوة هذا المساء. بدأت تركيا ومصر محادثات في القاهرة، ستحاول